بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نبدا البث المباشر السيد محمد الشيرازي والتنظير للمنهج الحشوي الاخباري هل يختلف المراجع الاخرون عنه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. يعتقد كثير من الشيعه بوجوب تقليد العلماء في المسائل الفقهيه وحتى في المسائل العقائديه التي يؤكد كل العلماء على حرمه التقليد فيها ويقولون يجب أن أن يجتهد الإنسان كل إنسان عليه أن يجتهد والعلماء السابقون قبل ألف سنة كالشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري كان يقول أيضا وكان العلماء يقولون بأنه يجب الاجتهاد حتى في المسائل الفرعية على كل إنسان والذي لا يستطيع أن يجتهد عليه أن يسأل عن الدليل ويقارن بين الأدلة إذا كان فيها أراء مختلفة وبدت العادة استمرت عند الشيعة بأنهم يقلدون العلماء في مسائلهم الفقهية وحتى في مسائل العقيدة بالحقيقة يقولون العلماء يقولون كذا وكذا فهم يقلدون في مسائل العقيدة التي يجب عليهم الاجتهاد فيها. السؤال الآن هل كل من ادعى الاجتهاد وادعى المرجعية هو في الحقيقة مجتهد أم مقلد أم أخباري حشوي بالطبع جرت معارك في التاريخ الشيعي بين العلماء بين المنهج الأخباري الذي يعتمد على الروايات والأخبار كما جاءت في الكتب قبل ألف سنة ولا يجتهد فيها ولا ينظر فيها وبين المنهج الأصولي الذي قعده عدد من العلماء الكبار كالوحيد البهبهاني قبل حوالي 200 سنة وقال يجب أن نتبع منهجا أصوليا يعني منهجا اجتهاديا ويعرفون اليوم علماء الشيعه مدرسه النجف خصوصا وقم حتى بالمدرسه الاصوليه في مقابل المدرسه الاخباريه القديمه ولكن في الحقيقه حتى هذه المدرسه هي تنطوي على منهج اخباري خاصه في امور العقيده لا يجتهد العلماء في العقيده انما يقلدون انما هم اخباريون يتبعون الاخبار بدون تحقيق وبدون تدقيق. واذا اردنا ان ندخل في عقول العلماء الموجودين حاليا ونسالهم كيف يفكرون ونتعرف عليهم كيف يجتهدون وهل هم حقا مجتهدون ام مقلدون واخباريون. دعونا ناخذ نموذجا واحدا هو المرجع الكبير الله يرحمه السيد محمد الشيرازي الذي كان في كربلاء ثم انتقل الى الكويت ثم انتقل الى قوم وتوفي في قوم قبل حوالي عشر سنوات اكثر من عشر سنوات طيب هذا العالم كيف يفكر وكيف ينظر الى التراث الموجود هل كان يحقق في هذا التراث ام يلتهمه التهاما وبدون تحقيق وبالتالي هذا المنهج الأخباري يؤدي به إلى ابتلاع السموم الموجودة في التراث سموم السبائية والخطابية والمفضلية والفرق المغالية التي دست أفكارها وعقائدها المنافية للتوحيد والمنافية لخط أهل البيت فيما يسمى بالأدعية والزيارات وكتب الحديث السيد محمد الشيرازي ينظر للمنهج الاخباري ويقول انا مجتهد طبعا فلننظر ماذا كان يعني يفكر وكيف كان يعتمد في في عقله كيف كان ينظر الى التراث الشيرازي والتنظير للمنهج الحشوي اكثر من الاخباري يعني حتى الاخباريين ينقسمون الى قسمين قسم اخباريين بسطاء اوائل كانوا يقبلون احاديث الكافي كلها مثلا وثم بعد ذلك بداوا يحققون في الاخبار ويدققون في الاخبار لا يقبلون كل روايه من المفيد التعرف على نظريه الشيرازي الاصوليه في علم الاصول اللي هي مفتاح الاجتهاد والقاعده الاساسيه للاجتهاد واذا مجتهد ما اجتهد في علم الاصول حتى يعرف على ماذا يعتمد وكيف يقبل الأخبار وكيف لا يقبل وأي كتاب يقبله وأي كتاب لا يقبله هذه أبحاث تجري في علم الأصول حتى يتق... وعلم الرجال بعد ذلك وعلم الدراية والحديث ونشوف موقف السيد محمد الشيرازي من المنهج الأخباري الحشوي الذي أدى به بالسيد الشرازي إلى التعامل مع قضايا عقديه اصوليه كموضوع الامامه لأهل البيت وموضوع وجود الامام الثاني عشر بهذه الصوره الحشويه الفريده. ان السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه وخلافا للفقهاء الاصوليين يؤمن بحجيه الظن. اذا واحد ظن هاي صار حجه عليه فيعمل بالظن مالته. هذا بحث اصولي. ان الظن اذا واحد ظن انه الحكم الله هكذا ما عنده علم ولا قطع ولا يقين ولا مجرد ظن فيقول نعم يلا مشي حجيه الظن الظن حجه امشي ويلتزم بحجيه الخبر الواحد حتى في الامور العقائديه خبر واحد او خبر احاد يعني ما حد التواتر ياخذ به ويعمل به هذه من مبادئه ويقبل حتى الخبر الضعيف اذا كان مشهورا يقول حتى الخبر الضعيف مشكوك فيه ضعيف سنده ضعيف إذا كان مشهور ما هذا التراث ماشي الناس ماشيين عليه عادة فيقول يلا هذا ما تمشي ما دام هو مشهور بين الناس وهذا شيء غريب يعني هذا هذا بحث أصولي مهم أنه ما لازم نقبل الخبر الضعيف أقول لا إذا كان مشهور طيب ربما مشهورا لا صحة له كيف تعمل فيه أنت ويعتمد على الشهره في الروايات والفتاوى. اذا العلماء افتوا بشيء مشهور بينهم الفتوى خلاص هذه فتوى اذا صارت حجه. والروايات اذا كانت مشهوره فايضا ياخذ بها. ويرى انها الشهره يعني تجبر الروايات الضعيفه وتكسر الروايات الصحيحه وهذه قاعده اصوليه جدا عجيبه غريبه. الروايات الضعيفه اذا مشهوره صارت زين صحيحه. والروايات القوية اللي متنها قوي وسندها قوي بس ما حد ما عامل بيها إذا خلينا نتركها فإذا تكسر الشهرة وعدم اشتهار هاي الروايات تكسر هاي الرواية الصحيحة هذا مبدأه هذا كله مكتوب في كتبه ويعتقد أن المشهور الرواية المشهورة أو الحديث المشهور وإن كان ضعيف الطريق يعني ما ماله ضعيف أولى بالعمل لدى العقلاء من غير المشهور القوي الطريق الضعيف العمل به طريق قوي سندة قوي بس ما عاملين به فقالك خلاص ما دام ما عملوا به سابقين احنا ما نعمل به يعني يقلد الآخرين وهذه يكرس الانحرافات في الأمة الإسلامية ودائما في التاريخ هناك انحرافات كثيرة تطرا على الافكار وعلى الفرق والمذاهب والاديان فاذا احنا مشينا على القاعده كل انحراف وكل خطا راح نكرسه وناكده ونمشي عليه مما يصطلح عليه بانكسار الروايه يقول بسبب الشهره بسبب الشهره هاي الروايه مكسوره انضبها على صفحه ويقول ان الشهره بمعنى كثره نقل الروايه في قبال اخرى شاذه او نادره جابره كاسره الشهره جابره كاسره للدليل فيهما. اه ليه؟ شنو الدليل؟ هو يجيب له دليل معين. وعلى المشهور المنصور المؤيد من قبلنا يقول. على المشهور هذا المشهور علماء هالشكل اللي منصر هذا الراي ينصره هو ويقول هذا الراي المؤيد من قبلنا، يعني احنا ايضا نؤيد هذا الراي. انه الشهرة جابرة كاسرة. تجبر الروايات الضعيفة وتضعف الروايات القوية. ومن هنا كرسنا الانحراف في تراثنا في مذهبنا. وبناء على ذلك بعد ما يكرس القاعده هذا السيد الشيرازي يقول يفتح الشيرازي بابا واسعا على التراث الروائي الحشوي وما اكثر هذه الكتب واكثر الروايات الحشويه الموجوده في التراث وياخذ بالروايات الضعيفه. التي بين قوسين التي تلقاها الاصحاب بالقبول ما دام اصحابنا السابقون قبل ألف سنه تلقوا تلقوها بالقبول فاحنا خلاص راح نقبلها حتى لو كانت ضعيفه يعترف انها ضعيفه بناء على روايه المشايخ الثلاثه الكليني والصدوق والطوسي هذول اذا رووا في روايه معينه حتى لو كانت خلط هاي الروايه وضعيفه احنا يلا نمشي نمشيها الروايه هذه بناء على رواية المشايخ الثلاثة لها مما يجعلها في نظره في أعلى الروايات لماذا يا سيد محمد الشيرازي يقول لأن الكليني والصدوق قد ضمن حجية ما في كتابيهما قالوا احنا ما نروي إلا الروايات الصحيحة وبعدين احنا اجينا اكتشفنا هاي الروايات مو صحيحة والعلامة الحلي قال 9500 رواية بالكافي مو صحيحة السيد الشيرازي يقول لا ما دام هذا قال هاي الرواية صحيحة فاحنا عندنا هذا مقدس، لازم ناخذ رواه كلامه، كأنه وحي منزل من الله. وعلى رغم وجود مناقشة حادة بين الفقهاء، فقهاء الشيعة، حول وجود الإجماع، أن الإجماع حجة أو لا. عند الشيعة ما يعترفون بالإجماع. وحجيته، يعني هو حجة أو لا. وكذلك الإجماع المنقول. يعني أحد الفقهاء يقول هاي المسألة عليها إجماع. هو انكلنا اجماع احنا ما شفنا اكو اجماع بس هو يقول هذه مساله مجمع عليها يسموه الاجماع المنقول والاجماع الاول يسموه الاجماع المحصل يعني هو واحد راح بحث في كل كتب الفقه وشاف اكو اجماع على مساله معينه يقول و... يعني و... و... وكذلك الاجماع المنقول بخبر واحد فواحد يقول اكو اجماع على هاي المساله فان الشيرازي يعتبر الاجماع المحصل والمنقول حجه حتى اذا كان منقولا بخبر الواحد لانه اخبار عن قول المعصوم سواء كانت الدعوه مبنيه على علم او حدس برؤيه الناقل للاجماع مره هذا ينقلنا الاجماع وانا رحت بحثت وحققت وتاكدت وشفت اكو اجماع مره يقول لا اظن احدث انه في اجماع حتى هذا الحدث ايضا نقبله ونعتبره اجماع ونمشي عليه ونبني عليه. شوف شلون ده ينخفض في مستوى الاجتهاد. يعني يفتح افاق واسعه للخرافات والاساطير بهذا المنهج. وهكذا يقبل الشيرازي دعوه التواتر. اذا قال واحد هذا الحديث عليه تواتر، خلاص صار تواتر بعد هذا ما يحتاج نبحث. من دون حاجه للتاكد من الامر. ويعتقد الشيرازي بالتسامح في ادله السنن. أنه يعني عاده الفقهاء يحققون في الحلال والحرام. المستحبات والعقائد والامور التاريخيه و... يعني ما يبحثون ما يحققون فيها يقول لك احنا ليش دوخنا نفسنا؟ يسامحون عندهم قاعده يسموها التسامح في ادله السنن. حسب المشهور المشهور ايش يعتقدون فانا امشي وياهم اعتقد. اعتمادا على بعض الروايات التي تقول من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله ما دام هو سمع حديث يقول النبي قال اللي يقرأ فلان دعاء مثلا كذا مرة هلقت كذا بالجنة اعمل فيه ومن هنا فإن الشرازي يؤمن بحجية كتب الأدعية والزيارات والأداب كلها صارت حجة عنده ككتاب حلية المتقين ومرآة الكمال ومفاتيح الجنان ونحوها مما أثبتت فيها الأخبار الواردة عن الأئمة بغض النظر عن ذكر السند بيحتاج بعد تبحث عن السند اعتمادا على جريان السيرة على العمل بها لا كل مقرون الأدعية هذه أنت بعمل بها امشي روحي يلا ويؤمن أيضا شيرازي يؤمن بصحة رواية الطفل المميز عمر خمس سنوات سبع سنوات عشر سنوات إذا روى رواية بعدين نأخذ برواته وجواز الاعتماد عليه زي هذا قد يكون مشتبي متخيل خاصة إذا روى بعد البلوغ بعد ما كبر قال أنا من كنت الطفل سمعت فلان رواية مثلا وذلك اعتمادا على بناء العقلاء والسيرة يا عقلاء ويا سيرة ما أدري المهم هو يقول هاي العقلاء يعتمدون على طفل قال يعني ممكن طفل صغير شفت قصة معينة عموما فان الشيرازي يعتقد بان الحجيه في الروايه قد تكون من جهه تماميه السند، يعني السند يكون صحيح. وقد تكون من جهه قوه المتن، الروايه بنظره قويه هذه. مما تكون دليلا على الورود عن الائمه، وان لم يكن قويه السند. طيب شنو عرفت هذه فعلا صادره عن الائمه؟ السند ضعيف. وقد تكون من جهة قوة المؤلف المؤلف مشهور كليني مثلا صدوق الطوسي خلاص بعد كل ما يروي صحيح وإن كانت خالية من السند بالمرة ما بيها سند يعتبر رواية صحيحة صارت هاي وقد تكون من جهة القرائن الخارجية وقد تكون من جهة الشهرة المضمونية مضمونها الرواية مشهور بين الناس فإذا هاي الرواية صارت صحيحة وقد يتعامل مع الحديث المرسل بدون اي سند كالتعامل مع الحجه من جهه التسامح في ادله السنن. ولا مانع لديه من قبول الروايه حتى عن الجن. شايفين مرجع الان يروي الرواية عن الجن؟ يذكر هو عن والده المرزا الشيرازي رحمه الله عليه عن الشيخ حسين النوري صاحب كتاب مستدرك وسائل الشيعه. انه كان منعزلا في غرفة وهو يكتب خطبة النبي في غدير خم. دي يكتب دي ينقلها من كتاب يعني فدخل عليه اثنان من الجن وصحح بعض فقرات الخطبة قال له لا رواية مو هالشكل احنا سمعنا النبي قال كذا وكذا حسب ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان حاضرين في غدير خم وما ماتوا ذول الجنون بعدهم أحياء من ذاك اليوم لليوم اجوا نقلوا الرواية إلى شيخ حسين نوري هذا كان محدث اخباري كان يذكر هذا في كتابي العلماء اسوه وقدوه صفحه واحد 31 طبعا كل المصادر موجوده في كتابي عن السيد الشرازي اللي هاي وراي شوفوه وكلها نقطه نقطه عن ذاكر المصادر بس تخفيفا عليك ما ذكرت المصادر ولكن هاي الفكره مالت الجن جدا غريبه وعجيبه لذلك ذكرت لكم المصدر ومن هنا فقد قبل الشيرازي عشرات المصادر الضعيفة المشكوك في صحتها وصحة نسبتها إلى مؤلفيها أو غير المسندة إليهم، ما هو كتاب مكتوب عليه اسم فلان واحد قبل 400 500 سنة ألفة أو المليئة بالروايات الموضوعة أو غير المعتمدة من قبل الفقهاء الأصوليين المحققين، هو أجا قبل كل ما موجود بالتراث وفي الوقت الذي اعتاد الفقهاء الأصوليون على التحقيق في روايات الكتب الأربعة الكافي ومن الفقيه والتهذيب والاستبصار هاي كتب الروائية المعتمدة عند الشيعة هذه الكتب العلماء الأصوليين يحققون فيها التي تعتبر في قمة التراث الشيعي من حيث السند وإهمال وإسقاط أو تضعيف الآلاف منها علماء المحققين أضعفوا ضعفوا آلاف من هذا وقلما شكك في روايه توجد فيها إلا ما ندر كل روايات صحيحة عنده وسلك منهجا قريبا جدا من المنهج الأخباري القديم الذي هجره حتى الأخباريين الذين راحوا يتأكدون من الأخبار قبل العمل بها ويصنفون الروايات إلى صحيح وضعيف وحسن وبغض النظر عن المناقشة في المبادئ الأصولية اللي اعتمدها السيد الشيرازي والمنهج الأخباري الذي يؤمن به السيد محمد الشيرازي فإنه يجيز الالتزام بذلك المنهج هذا المنهج اللي قلنا شرحنا لكم إياه الآن يقول هذا ممكن واحد يمشي على الطريقة هذه وتلك المبادئ التي تشكل مقدمة ضرورية لعملية الاجتهاد يعني أول واحد ما يجتهد لازم يجتهد في علم الأصول هذا منهج علم الأصول يمشي عليه ولا ما يمشي عليه يقبل حجة الروايات الضعيفة روايات المشهورة ما يقبل هالرواية يقبل هالرواية الكتب يقبلهم ما يقبل هذا لازم يحدد السكة مالته حتى يمشي ويجتهد بعدين فيقول لا مو شرط واحد يجتهد في الموضوع يكفي أن يقلد يعني يجي واحد الآن يصير مجتهد أخوه مثلا سيد صادق الشيرازي مثلا مثلا أنا لا أعلم يقول أخوي سيد محمد كان منهجه هذا فأنا أقلده في هذا المنهج فاقبل كل الروايات بعد ما يحتاج علم علم الاصول ما يحتاج ابحث في علم الاصول عن طريق التقليد ولا يوجب الاجتهاد فيها ليش واحد يجتهد يتعب نفسه؟ زين شلون راح يصير مجتهد اذا؟ شنو الفرقه عن عوام الناس اللي يجيبون كتاب بحار الانوار ويغرفوه من عنده هالخطباء اللي يصعدون على المنابر لذلك نشوف تلاميذ السيد الشيرازي مع الاسف الشديد حتى بعض ادعياء الاجتهاد والمرجعيه نفس الطريقه ما عندهم تفكير، ما عندهم اجتهاد، ما عندهم تعمق، ما عندهم يعني بحث تحقيق في الروايات، يعني شنو ما شافوا قدامهم من روايات ياخذون فيه ما يعرفون شنو معنى الاجتهاد. ومع ان الشيرازي يستظهر حرمه التقليد في اصول الدين، يقول الاظهر او الظاهر انه ما يجوز واحد يقلد في اصول الدين. الا ان منهجه الاخباري يحول بينه وبين الاجتهاد الدقيق في المسائل الاصوليه والعقائديه ويحوله الى مقلد للسابقين. هذا مو مرجع، هذا مو مجتهد صار مقلد. وقد كان لتلك النوافذ الواسعه او في الحقيقه الابواب الواسعه التي فتحها الشيرازي على الاخبار كان لها اثر مهم على موقفه من قضية الإمامة والغلوب الأئمة والأئمة يديرون الكون والأئمة يرزقون ويحيون ويميتون أخذ روايات الغلات السبائية والمفوضة والخطابية كلها أعتبرها هذه رواية صحيحة واعتقد فيها فأصبح يعني بعيد حتى عن مذهب أهل البيت حيث تقبل كل الروايات والقصص الواردة حول الموضوع موضوع الإمام المهدي أيضا نفس الشيء ما اجتهد فيه ولم يحقق فيه دون أي نقد أو تمحيص أو دراسة أو مراجعة أو حتى تفكير على الأقل فيها أن هذه متناقضة مو متناقضة صحيحة مو صحيحة واعتبرها كل الروايات والأساطير والخرافات اعتبرها من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل بعد رواها الشيخ الكليني بعد ليش تعب نفسه ولذلك لم يستطع التمييز بين الحقائق والأساطير الدخيلة في التراث الشيعي ومع كل ذلك كان يدعي أو يحلم أن يكون مجدد كان يطلق على نفسه ويكتب لهذا الإمام المجدد السيد محمد الشرازي إيش لون تجدد أنت وما مجتهد ولا تعرف معنى الاجتهاد ولا تعرف طريقة الاجتهاد ولا تؤمن بطريقة بالاجتهاد تقول وهذا يقلد حتى في الأصول إذا واحد قلت في علم الأصول شلون يصير مجتهد هذا؟ ومرجع وناس يقلدوه آية الله العظمى وما شاء الله وأخماس وزكوات وإمبراطورية عنده. زين الآن السؤال هو بح بس واحدة السيد الشرازي يتبع هذا المنهج ولا علماء الآخرين حفظهم الله وأبقاهم وأطال عمرهم هذول أيضا نفس الشيء يتبعون نفس هذا المنهج. احنا رحنا سالنا في اليوم العلماء اللي اللي نقلدهم او الناس يقلدوهم انتم شنو رايكم؟ شنو منهجكم في علم الاصول؟ من الضروري اي واحد يريد يعرف هذا مجتهد او لا ان يسال يقول شنو رايك بالظن؟ شنو رايك بمثلا الكتب؟ شنو رايك بالهذا؟ منين جايب افكارك؟ منين جايب عقائدك؟ هل اجتهدت في العقيده ام لا؟ يعني حقيقه حتى نعرف انه هالناس مقلدين ويدعون الاجتهاد لو فعلا مجتهدين حقيقه. يجتهدون في الطهاره والنجاسه والصلاه والصوم والحيض والاستحاضه يبحثون كتب ضخمه. بعضهم كاتبين كتب ضخمه في الدماء الثلاثه. طيب وفي العقيده؟ ولا شيء. في الفكر السياسي، في تراث اهل البيت، في ما يعرف اي شيء، ما يقدر يميز بين اي حديث وحديث اخر. وبين الاساطير والخرافات فمشكلتنا الان احنا الشيعة واقعين في ناس يدعون الاجتهاد وهم حقيقة لا يجتهدون طبعا هذه هذا المنهج انا ما كنت اعرفه انا في بداية حياتي كنت اقلد السيد الشيرازي والى ان مات تقريبا انا ما اعرفه مجتهد عالم كذا ولو كان يشككون بعض العلماء فيه فهذا اعتبرته نوع من الصراع بين العلماء كل واحد يشكك بالاخر بس عندما بحثت وقرأت منهج الأصولي وشفته يعتمد على هذا المنهج ويأكد على هذه الطريقة في في نقل الأحاديث والأفكار ويقبل أي رواية كانت وأي كتاب كان وأي شيء تعجبت كل شيء غريب شلون هذا كان يدعي الاجتهاد شلون صار مجتهد وبحوزة تعرفون بالحوزة ما موجود شيء امتحان وتحقيق ومناهج وسؤال و... أي واحد قرأ لك كم كتاب صار مجتهد صار أتراه العظمى بعدين وجماعته وهو يحط على نفسه آية الله العظمى يوميا صعد نفسه درجة مثلا آية الله العظمى في العالمين يصير من يقول له لا هذه مشكلة كبيرة لذلك يشوفون كثير من من يسمون بالمراجع أو العلماء يحافظون على كل الخرافات والأساطير ويكرسوها وما مستعدين حتى يبحثون عندما تسألهم سؤال شنو دليلكم على هذا الموضوع يقول لك لا تسأل احنا مجتهدين احنا كذا وانت عليك ان تقلد وذمتك بري... مبريئه امام الله، من يقول لك ذمتك مبريئه؟ ايها المقلد اللي مضيع طريقك وراح تقلد ناس هم مقلدين مو مجتهدين اصلا لا في عقيدتهم ولا في فقههم. هم مقلدين، انت شلون تقلد المقلدين؟ يقولون التقليد مثلا عقلية لازم انت تروح للطبيب الخبير، طيب من قال لك هذا خبير قاعد أنت هو انسان جاهل امي إنسان مقلد مقلد في كل شيء وأنت تروح تقلده وتعتبره هذا وتقدسه وكلامه كله كانوا يتكلم عن الله تعالى لذلك علينا حقيقة التأكد وامتحان وأسئل سؤال العلماء الذين يضعون أنفسهم موضع المرجعية ويدعون الاجتهاد أن نسألهم ونسالهم عن الادله دائما من وين جبتوها؟ تاكدتوا من هالروايات ولا لا؟ وغرفتوا غرف وش قاعد تعطونا؟ حتى نقوم بحركه يعني نهضه فكريه وعقليه نعيد دراسه التراث، ننكح هذا التراث اللي جاينا قبل بعد 1400 سنه من روايات مدسوسه وخرافات واساطير ومواد مسمومه وجاء مثل نهر نهر طويل انتم في المصاب ترحون يشوفون ما تقدرون تشربون من هذا المي الا صفوه وتنقوه وتنقوه وتفلتروه ما تقدرون تشربون كذلك التراث اذا بهالعقليه بهالمنهج يقول لك اصلا ما يحتاج لا فلتره ولا غربله ولا تحقيق ولا شيء اخذ امشي اغرف وامشي الانسان صعب بسموم ويموت والامه الاسلاميه كلها تموت بعدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته